بسم الله الرحمن الرحيم. يعتبر ده السكشن الاول في ماده الكمبيوتر فيجن رؤيه الحاسب، وهنتكلم فيه على مراجعه عن البايثون اللي هنستخدمها في الكورس ده. الاندكس اللي هنشتغل فيه، الاندكس بيتكون من اول حاجه اوفر فيو عن الكمبيوتر فيجن، دي يعتبر مقدمه بسيطه جدا وعامه عن الكمبيوتر فيجن، بس هتساعدنا ان احنا نعرف محتاجين نعمل ايه يعني في المنهج ده. تاني حاجه محتاجين ان احنا نعمل تخزين للصوره في احد الداتا ستراكشرز اللي موجوده في البايثون. الحته دي يعتبر غطيناها برضو في الترم اللي فات، فعايزين نشوف ايه افضل داتا ستراكشر ممكن نستخدمها. بعد كده هنلاقي ان النم باي اريز تعتبر فيها مرونه اكتر بكتير من الداتا ستراكشرز اللي موجوده في البايثون بيلت ان فيها ان احنا نتعامل مع الصور ومع الاريز. الصوره محتاجين نعرضها، هنستخدم مكتبه المات بلوتليب اللي هي بتستخدم عشان تعمل 2 دي فيجواليزيشن. الاري ممكن نعمل عليها عمليات عن طريق النم باي، بس النم باي طبعا ما فيهاش كل العمليات اللي موجوده داخل مكتبه الساي فاي، عشان كده هنتكلم برضو على المكتبه دي. ويعتبر المكتبه دي برضو فيها موديول اسمها ان دي ايمج خاصه بالتعامل مع الصور، بس الموديول دي مش كافيه ان هي تعمل لك عمليات اللي احنا عايزينها، مش كافيه ان هي تعمل كل العمليات على الصور، عشان كده هنتكلم برضو على ايمج بروسيسنج لايبرري ثانيه زي الاوبن سي في والسايكت ايمج. باستخدام اللايبريز الخاصه بالايمج بروسيسنج احنا ممكن نعمل فيتشر اكستراكشن من الصوره، نطلع منها مجموعه فيتشرز نعمل ريبريزنتيشن لكل صوره، والفيتشرز دي بعد كده نستخدمها عشان نعمل تريننج لماشين ليرنينج موديل، والماشين ليرنينج موديلز تتعمل عن طريق السايكت لاب. اقدر اخلي دلوقتي الموديل ده يعمل بريدكشن الصوره دي مثلا بتنتمي لاي كلاس، مجموعه كلاسز مستخدمينها في تريننج داتا. بعد كده في مجموعة لايبريز تانية انت ممكن تستخدمها علشان تعمل ابلكيشنز اعمق من الابلكيشنز اللي معمولة عن طريق السايكت لير. واخر حاجة مجموعة مصادر ممكن نستخدمها عشان نقرا اكتر عن البايثون فور كمبيوتر فيجن. وهيبدأ دلوقتي بالكمبيوتر فيجن اوفر فيو. الكمبيوتر فيجن بيكون الهدف بتاعها ايه؟ ان هي تخلي الكمبيوتر يقدر يشوف العالم زي ما الانسان بيقدر يشوفه بالظبط. ده ممكن تخلي الكمبيوتر يقدر يشوفه احسن ما الانسان بيقدر يشوفه برضه. الانسان مش هيقدر مثلا ان هو يعمل بروسيسنج على عدد من الفريمز كبير في الثانيه الواحده، مش هيقدر ان هو يطلع معلومات بكثره زي ما الكمبيوتر ممكن يطلعها. الكمبيوتر ممكن يشتغل على طول، انما الانسان بيكون ليه قدره ان هو ممكن يشتغل عدد ساعات من اليوم. فالكمبيوتر عشان يعمل ابلكيشن زي دي ويقدر يشوف العالم محتاج ان هو يعمل ايدنتيفاي للكائنات او الاوبجكتس اللي موجوده في الصوره، يقدر يقول ان في هنا اوبجكت 2 3، بعد كده يعمل ريكوجنيشن على اوبجكت ده ويقول الاوبجكت ده بيكون مثلا عباره عن انسان، بيكون عباره عن طائر، بيكون عباره عن عربيه وغيرها. فاحنا محتاجين في البدايه نخلي الكمبيوتر يقدر يشوف العالم ده، ياخد صور منه عن طريق كاميرا. بعد كده يعمل تخزين للصور دي ويعمل بروسيسنج عليهم لغايه ما يطلع بعد كده معلومات ممكن تفيدني، يقول لك الصوره اللي داخله له دي تعتبر كانت صوره قطه، ويقدر يحدد المكان بتاعها فين. اول خطوه بقى محتاجين نعملها بعد ما بنعمل كابتشر للصوره ان احنا نعمل بري بروسيسنج. البري بروسيسنج هي الخطوه اللي بتعملها قبل ما بتطبق الابلكيشن بتاعك. يعني انت عايز تستخرج معلومات معينه من الصوره، وليكن عايز تقول ان الصوره دي فيها كات او لا. المعلومات اللي انت هتاخدها من الصوره دي ممكن ان انت تاخرها لخطوه معينه او بعد خطوه البري بروسيسنج. ليه؟ لان ممكن الصوره اللي داخله له الصوره دي ما تكونش بكواليتي تساعدك انك تطلع المعلومات اللي انت عايزها. فمثلا ممكن يكون في نويز زي النويز اللي موجوده في الصوره دي. انا في طائر دلوقتي باللون الازرق محتاج ان انا اعمل ريكوجنيشن عليه واستخدم اللون بتاعه علشان اتعرف عليه. طيب دلوقتي في نويز مغطي على اللون ده، فاللون بتاعه بدل ما كان اللون الازرق فيه كتير دلوقتي اللون الازرق بقى فيه قليل بسبب النويز اللي موجود. فانا ممكن اطبق فلتر على الصوره دي تحسن في الكواليتي بتاعتها. بالشكل ده صورة الطائر بقت أوضح كتير. لو أنا عايز أطلع اللون اللي موجود في الصورة بعد ما طبقت الفلتر هيكون أسفل بكتير بالصورة اللي كانت داخلة أصلا وفيها نويز. عشان كده البري بروسيسنج هي أي خطوة بتطبقها قبل ما بتعمل استخراج للمعلومات اللي عايزها من الصورة. أنا عايز أطلع اللون، طب اللون دلوقتي مش واضح، أنا ممكن أوضحه علشان لما أعمل له اكستراكشن يكون الكواليتي بتاعته عالية. بعد ما عملت بري بروسيسنج على الصورة محتاج، او الخطوه الثانيه في الكمبيوتر فيجن بايب لاينز تراديشنال بايب لاينز في الماشين ليرنينج بشكل عام، انت تعمل فيتشر اكستراكشن. ليه بنعمل فيتشر اكستراكشن؟ الصوره اللي داخله لي دي السايز بتاعها 640 في 427 في 3. 640 دي بتعتبر عدد الصفوف
427 عدد الأعمدة، والثلاثة تعتبر عدد اللي تشانلز، لأن إحنا بنستخدم RGB Color Image. الـ RGB Image بيكون فيها ثلاثة تشانلز Red, Green, Blue. ده مقارنة طبعاً بـ Color Spaces تانية زي مثلاً الـ CMYK، ده بيكون فيها أربعة تشانلز. مثلاً لو إحنا عندنا صورة جراي يكون فيها كام تشانل؟ بيكون فيها تشانل واحدة بس. لو عندنا صورة باينري بيكون فيها تشانل واحدة بس، ما بيكونش فيها في ثلاثة اللي موجودة في الآخر دي. طيب الصورة دي عدد الفاليوز أو عدد الإليمنتس اللي موجودين فيهم بتساوي إيه؟ حاصل ضرب الثلاث أرقام دول بيطلع في الآخر 819,840 فاليو. العدد ده كبير جدا يعني، ده عدد كبير جدا من الفاليوز. ممكن دلوقتي نشوف مثلا الفاليوز دي علشان نخزنها عندنا على الجهاز هتستخدم مساحة قد ايه. فنقول الفاليوز دي كل فاليو بتتمثل في كام بت؟ كل فاليو بتتمثل في 8 بتس. لو بنستخدم مثلا داتا تايب بيمثل لي كل بيكسل او كل فاليو موجودة ب 8 بتس. فبالشكل ده عدد البيتس الإجمالية بتساوي ايه؟ 819,840 في 8. لو عايزين نحول العدد من البيتس ده لعدد من البايتس هنقسم على 8، فالتمانية كأننا ما ضربناهاش يعني، فيطلع عندي عدد البايتس الإجمالية هي 819,840. البايتس دي ممكن نحولها بعد كده لكيلو بايتس بإني أقسمها على 1024، يطلع عندي عدد الكيلو بايتس اللي مستخدمينها علشان نعمل تخزين للصورة الواحدة دي بتساوي 800,625 من 1000 كيلو بايت. ممكن احول الحاجه دي لوحده برضو تسهل علينا التعامل معاها زي مثلا بيجا بايت، بدل ما الرقم ده يكون كبير يكون رقم صغير شويه، باني اقسم عدد الكيلو بايتس على 1024 يطلع عندي الميجا بايتس اللي مستخدمينها في التخزين للصوره الواحده دي بتساوي 782 من 1000 ميجا بايت. ده للصوره الواحده بس. للصوره الواحده بس محتاجين نعمل تخزين او مساحه تخزين بتساوي ايه؟ 782 من 1000 ميجا بايت. وطبعا المساحه دي تعتبر مساحه صغيره جدا. لو انت بتعمل تخزين على الهارد ديسك بتاعك دي مساحه يعني ايه لا تذكر. لو انت بتعمل برضو على الميموري، احنا عندنا الميموريز بتاعتنا بيكون اكتر من 4 جيجا حتى، فيعني الحته دي مش هتاثر معانا قوي. بس لما نشوف ان الصوره الواحده بتستخدم 782 من 1000 ميجا بايت، لو بنستخدم مثلا داتا سيت في عدد قليل جدا من الصور هو 2000 صوره، مقارنة بالداتا سيتس العملاقة اللي ممكن يوصل فيها عدد السامبلز لمليون واكتر من مليون سامبل، نستخدم بس 2000 صور، الداتا سيت سايز هتساوي ايه؟ عدد الميجا بايتس اللي بيتخزن فيها الصورة الواحدة اللي هي بتساوي 782 من 1000 ميجا بايت، فعدد الصور اللي موجودة في الداتا سيت اللي هي 2000 هيطلع عندي عدد الميجا بايتس بتساوي ايه؟ 1564 ميجا بايت. الميجا بايتس دي ممكن نحولها لعدد اقل من خلال التحويل بتاعها الجيجا بايت، هيطلع عندي المساحه اللي مستخدمينها هي 1.5 جيجا بايت. 1.5 جيجا بايت مستخدمينها علشان نعمل تخزين لداتا سيت فيها كام؟ 2000 صور. الحاجه دي ممكن ان احنا ماشي نخزنها في الاجهزه بتاعتنا، عندنا مثلا 4 جيجا ممكن يقضي الحاجه دي، لان البروسيسنج اللي بيتم على الصور دي بتكون موجوده قبلها فين؟ في الميموري، مش موجوده في الهارد ديسك. لازم الصور دي تتاخد من الهارد ديسك كده وتتحط عندك فين؟ في الميموري. فواحد ونص جيجا ممكن تكون مساحه معقوله. نتخيل بقى ان احنا عدد الصور اللي بنستخدمها دي بيكون اكتر، يوصل مثلا ل 50,000 صوره. 50,000 صوره مستخدمينها بقى هنخزنها في كام جيجا؟ هيكون السايز بتاعها في الاخر 18 جيجا بايت. طبعا مساحه زي دي مساحه كبيره جدا. دي تعتبر مساحه كبيره جدا، مش هنقدر ان احنا نستخدم او نقدر مش هنقدر ان احنا نعمل لود للداتا دي كلها داخل الميمو. فايه الحل؟ ان انا اقلل بقى عدد الجيجا بايتس اللي بنستخدمها عشان نعمل تمثيل للداتا سيتس، وهو ان احنا نعمل ريبريزنتيشن للصوره عن طريق عدد اقل من الداتا. يعني الداتا اقل، نعمل ريبريزنتيشن للصوره دي عن طريق داتا اقل. فالحل ان احنا نعمل فيتشر اكستراكشن من الصوره. يبقى المشكله اللي كنا بنعاني منها ان الصوره فيها عدد من البيكسلز كتير قوي. لو احنا بنشتغل مع بيكسل ده بالشكل ده هيكون انتنسيف في الميموري وفي البروسيسنج بتاعه. محتاجين ان احنا نقلل عدد الفاليوز اللي احنا بنشتغل معاها اللي بتعمل ريبريزنتيشن لكل صور. هنقلل الحاجه دي ازاي؟ عن طريق الفيتشر اكستراكشن. طب الفيتشر اكستراكشن بقى يعتبر بيعمل سمرايزيشن للايمج.
يعني بدل ما الصوره الواحده كانت بتتمثل عن طريق 819000 فاليو، انا ممكن اخليها تتمثل عن طريق عدد اقل من الفاليوز. عدد اقل من الفاليوز مثلا ممكن يوصل ل 500 قيمه، ده بيتغير بقى من داتا سيت لداتا سيت تاني، ايه افضل عدد من الفيتشر اليمنتس انت ممكن تستخدمه عشان تمثل الصوره. يبقى بدل ما كانت الصوره واحده بتتمثل عن طريق 819000 قيمه، انا هقدر امثلها عن طريق 500 قيمه بس على سبيل المثال. بس طبعا جزء الفيتشر اكستراكشن ده هو الخطوه الكريتيكال اللي موجوده في الماشين ليرنينج بايب لاين. لازم مجموعه الفيتشرز اللي انت استخدمتها دول تكون معبره عن الصوره. يعني مثلا ما اجيش اقول ايه ان انا بستخدم او الصوره بتتمثل عن طريق 819000 قيمه، انا هاخد اول 500 قيمه وخلاص. لا طبعا، ده اول 500 قيمه دول مش هيكونوا معبرين عن الصوره. لازم الفيتشرز اللي انت بتطلعها من الصوره تكون معبره عنها. مثلا في صور او في داتا سيت ممكن تلاقي ان اللون بيكون معبر، فتستخدم الفيتشرز بتاعت اللون بس. ممكن عدد الفيتشرز او الفيتشر فيكتور لينس ممكن يوصل ل 50 اليمنت بس. يبقى بدل ما كنت بتستخدم 819000 قيمه هتستخدم بس 50 اليمنت. لا، ممكن اللون بس ما يكونش كافي، تزود عليه مجموعه فيتشرز ثانيه زي ما اخذتوها في كورس الايمج بروسيسنج، مثلا زي التكتشر، زي الايدج وغيرها برضو من الكاتيجوريز بتاعت الفيتشرز. فانت الهدف بتاعك انك تعرف الداتا سيت دي ايه افضل مجموعه فيتشرز ممكن تمثلها. على سبيل المثال الفيتشرز اللي احنا ممكن نستخدمها او الفيتشر ديسكريبتورز هي الهيستوجرام فورينتد جراديانتس اتش او جي، ده يعتبر ايدج ديسكريبتور بيعمل ديسكريبشن على الاورينتيشن بتاعت الايدجز. تاني حاجه برضه هو حاجه من فيتشر كاتيجوري اسمه كي بوينت، هو السكيل انفاريانت فيتشر ترانسفورم اس اي اف تي. فيبقى بالشكل ده استخدام الفيتشرز بتقلل لي عدد الاليمنتس او عدد او كميه الداتا اللي انا بشتغل عليها. بدل ما كنت بستخدم مثلا 819000 هستخدم بس 500. ده مش بس كده، ده ممكن الفيتشرز دي تضيف لك مزايا مقارنه باستخدام البيكسلز اللي موجوده في الصوره. ازاي بقى؟ في مجموعه فيتشرز انت بتطلعها هي طبق الاصل، حتى لو الصوره كان حصل فيها روتيشن او حصل فيها تغيير في السكيل او حصل فيها تغيير في الاليومينيشن. يعني ممكن تاخد صوره في اضاءه معينه، الاضاءه دي لو اختلفت هتلاقي ان قيم البيكسلز بتختلف. لا، ده ممكن اعمل ديسكريبشن للصوره دي عن طريق فيتشر يكون روبيوست اجينست الاليومينيشن تشينجز. حتى لو حصل اليومينيشن تشينجز مش هيكون في تاثير في الفيتشرز دي. بعد ما طلعنا الفيتشرز المفروض بنعمل ابلكيشن. الابلكيشن ده ممكن على سبيل المثال يكون كلاسيفيكيشن، ان يدخل لي دلوقتي داتا سيت في عدد من الكلاسز، في 10 كلاسز مثلا، واقول ان الصوره اللي داخله دي بتنتمي لاي كلاس منه. فالصوره اللي داخله هعمل لها بري بروسيسنج، اطلع منها الفيتشرز، بعد كده الفيتشرز دي اقارنها بقى بالحاجه اللي متخزنه عندي قبل كده، اشوف بتنتمي لاي كلاس من ال 10 كلاسز. خدنا اوفر فيو عن الكمبيوتر فيجن، محتاجين دلوقتي نشوف الداتا ستراكشرز اللي نستخدمها عشان نعمل تخزين للصوره. الداتا ستراكشرز الموجوده في البايثون زي ما اخدنا في الكورس بتاع بايثون تعتبر الليست، الطبل والديكشنري والست. الليست بتتعامل عن طريق اثنين سكوير براكتس، الطبل بيتعامل عن طريق اثنين بيرنسيز، الديكشنري بيكون فيه كي وفاليو، يعني يكون فيه كي وفاليو مش فاليو بس. والست دي بتستخدم عشان تعمل عمليات على المجموعات، تقول لك مثلا في انترسكشن ما بين مجموعتين، هات اليونيون ما بينهم. فبالشكل ده مين افضل فيتشر او مين افضل داتا ستراكشر ممكن نستخدمه عشان نعمل ريبريزنتيشن للصوره؟ لو احنا رجعنا تاني للديكشنريز دي او الداتا ستراكشرز دي، هنلاقي ان في اتنين منهم اللي هي الديكشنري والست ما ينفعوش خالص لتمثيل الصوره. لان اساسا الديكشنري بيحط لك كي وفاليو، يعني انا لو كان عندي الصوره فيها 1000 بيكسل مش هيكون في 1000 بيكسل بس، ده هيكون في 1000 بيكسل باضافه ل 1000 كي كمان. بالشكل ده هتكون حاجة مش مناسبة خالص في التعامل مع الصور. تاني حاجة الست دي مش بتكون برضو طريقة مناسبة ان احنا نتعامل مع الصور، لان انت اتعاملات على الصورة انت عايز تجيب لي مثلا كل العمليات انت عايزها، هي عايز تجيب انترسكشن، عايز تجيب سبست، عايز تجيب يونيو ما بين صور. لا طب انت عايز تعمل حاجات اكتر من كده مش بتكون مدعمة عن طريق المجموعات. فعشان كده الاختيارين الموجودين هما الليست والطبل. الايمج بيكون فيها مالتي دايمنشن، يعني مالتي دايمنشن اري في اكتر من دايمنشن، فاي واحده منهم بتدعم المالتي دايمنشنال ستورج.
الاثنين طبعا بيدعموا. انا ممكن اعمل عن طريق الليست، ممكن اعمل عن طريق التابل اراي تعتبر 1 دي و 2 دي واكتر من كده برضه. طيب اي واحده منهم بتساعدني ان انا اعمل ابديت للفاليوز. انا في الصور محتاج ان انا اعمل ابديت للفاليوز بتاعتهم بشكل فريكوينت، فاي منهم اللي بيدعم لي الحاجه دي. هلاقي طبعا ان الليست لو انا عملت تغيير فيها هيتقبل، انما التابل لا. في الليست دلوقتي قلت ايه؟ هات لي الاليمنت الموجود في الصف الاندكس بتاعه 1 وفي العمود الاندكس بتاعه 0 وخلي القائمه بتاعتها بتساوي 7 قبلها، انما في التابل لا ما عملش الحاجه دي. فعشان كده الليست هنستخدمه، التابل بيكون اميوتابل وما نقدرش نغير القائمه بتاعته بعد ما عملناه. فعشان كده هنستخدم الليست. ممكن نبدا دلوقتي مثال بسيط بنعمل فيه اراية صورة ونجمع على كل بيكسل فيها 50 ونعرض الناتج ده في الاخر. المكتبة اللي هنستخدمها دلوقتي مكتبة بسيطة جدا اسمها BIL للبايثون ايمج لايبراري. هنستخدمها عشان نعمل اراية للصورة من خلال الايمج موديول اللي فيها، وفيها فانكشن اسمها ايه؟ اوبن. اوبن دي بتستقبل اسم الصورة وبترجع لك بعد كده اوبجكت. الاوبجكت ده بيكون فيه اكتر من بروبرتي، على سبيل المثال بيكون فيه سايز. سايز ده يعني عايز ارجع الحجم بتاع الصوره، يرجع لي عدد الصفوف او الويدث والهايت بتاع الصوره. عايز ترجع الايمج بيكسلز من الايمج اوبجكت، من الايمج اوبجكت ده هنستخدم اللود فانكشن. ده هترجع لك ايه؟ الداتا. الداتا دي انا ممكن اعمل فور لوب عليها بقى تمشي لي على كل صف وكل عمود، وكل بيكسل موجوده في كل صف وكل عمود ضيف لي عليها بعد كده كام؟ ضيف لي عليها 50. فاجي دلوقتي على التشانل رقم 0 اللي هي الريد ضيف لي عليها 50، على التشانل جرين اندكس بتاعه 1 ضيف لي عليها 50، وهكذا برضو على التشانل جرين ضيف لي عليها ايه؟ 50. طبعا بنفترض ان الصوره اللي احنا بنقراها دي بتكون ار جي بي. بعد ما عملت العمليه دي على الصوره عن طريق 2 فور لوبس، هعمل عرض للصوره من خلال المكتبه اللي اسمها بي اي ال، او من خلال الاوبجكت ده بيكون في فانكشن اسمها شو بتساعدني ان انا اعرض الصوره. في الاخر انا ممكن اعمل لها سيف باسم مثلا ايه؟ اوت دوت جي بي جي. دي الصوره الاصليه، ودي الصوره بعد ما ضفت عليها كام؟ بعد ما ضفت عليها 50. هنلاحظ طبعا ان التغيير ده تغيير منطقي. يعني ليه تغيير منطقي؟ انت لما تزود على كل تشانل 50 يعني بترفع درجه اللون بتاعها، يعني درجه اللون في الاخر هيقرب من اللون الابيض، وفعلا قرب من اللون الابيض. هنلاحظ دلوقتي ان العمليه اللي عملناها باستخدام البي اي ال او باستخدام الليست كانت عمليه فيها تايم كتير، يعني بتستهلك تايم كبير على صوره واحده. علشان نقيس التايم اللي بياخده عمليه معينه بنستخدم التايم موديول، فنعمل امبورت للتايم موديول. وعايز ترجع لي التايم وقت الاكسكيوشن لسطر معين بتستخدم ايه؟ التايم موديول فيها تايم فانكشن، هترجع لك ايه؟ التايم. رجع لك التايم بالسكند. يبقى انا جبت تايم واحد قبل ما ابدا الاثنين فور لوبس، وتايم اثنين جبته بعد ما طلعت من الاثنين فور لوبس دول، وعرضت التايم او الفرق ما بينهم يطلع في الاخر 4.5 ثانيه. ده طبعا انا بعمل لها اكسكيوشن على كور اي 7 ماشين، طبعا الحاجه دي تكون تايم كونسيومينج بشكل كبير لو انت بتشتغل مع صوره واحده. طب لو انت بتشتغل بقى مع عدد كبير من الصور وبتعمل عمليات معقده اكتر من اللي احنا بنعملها دلوقتي هتكون فيها تايم اكتر من كده. فممكن ان احنا نسهل الدنيا على نفسنا، بدل ما انا كنت بقول مثلا ان امشي فور لوب على كل بيكسل، امشي باثنين فور لوبس يمشوا على كل بيكسل واجمع قيمه عليهم، ممكن اقول لك ايه؟ ان الليست بتساوي الليست زائد 50. خلاص هو سطر واحد اهو، قللت عدد السطور اللي هي بتستخدم مثلا علشان تعمل عمليه معينه، لسه برضه هتاخد نفس الوقت، بس احنا بنقول مثلا ممكن تسهل علينا. فالعمليه دي هتتقبل ولا لا؟ لما نيجي نجربها كده ونشوف ان احنا نعمل ريبليس للاثنين فور لوبس دول عن طريق السطر ده هيطلع ايرور. ليه ايرور بقى؟ لان الليست الاوبريتورز اللي بتستخدم فيها دي مش معناها ان انت تجمع لي على كل اليمنت فيهم رقم، لا، ده معناه ان انت بتعمل كونكاتينيشن ما بين اثنين ليست، بتعمل كونكاتينيشن ما بين الليست اللي اسمها ايمج اندرسكور ليست والليست الثانيه اللي هي 50. طب 50 دي اصلا مش ليست، ده يعتبر انتجر فاليو، علشان كده العمليه دي تترفض.
وهنلاقي طبعا ان في عيوب تانية موجوده في الليست، ان الليست بس مش مقتصره ان هي تعمل ريبريزنتيشن للداتا الرقميه، ده ممكن تعمل فيها اضافه لسترينج، ده ممكن تعمل فيها اضافه لبوليان فاليو، ممكن تعمل فيها اضافه لاوبجكت. فاحنا عايزين حاجه بس مقتصره على الارقام، علشان كده احنا هنستخدم النمباي. النمباي هي الحاجه اللي هتساعدني ان انا اعمل عمليات بشكل اسرع مقارنه بالليست. فنتكلم دلوقتي عن نمباي اريز. الليستس بتكون بالفعل موجوده في البايثون، انما البايثون اريز ما بتكونش موجوده، محتاجين ان احنا نعمل لها انستليشن. الاريز دي مدعمه عن طريق النمباي لايبراري اللي هي بتكون اختصار لايه؟ نيوميريكال بايثون. النمباي احنا ممكن نعمل لها انستليشن عن طريق كوماند لاين باستخدام الانستيل اللي هو بيب، واللي بيب انستيل المكتبه اللي احنا عايزينها زي ان مثلا نمباي، او ممكن تستخدم بقى احد الباكجز اللي بيكون فيها كل اللايبريز الفريكوينت اللي احنا بنستخدمها بشكل ايه فريكوينت، زي مثلا اناكوندا. فالاناكوندا دي بتكون فيها البايثون، بيكون فيها المكتبات اللي احنا بشكل دائم بنستخدمها، وغالبا كل المكتبات اللي احنا بنستخدمها في الترم ده هتكون موجوده في الاناكوندا. احنا عايزين نعمل انستليشن طبعا نمباي عن طريق كوماند برومبت باستخدام البيب انستيلر، هنستخدم ايه؟ بيب انستيل نمباي. لو احنا مثلا بنستخدم الاناكوندا واللي فيها انستيلر بيكون خاص بيها اسمه كوندا، فاحنا ممكن نعمل انستيل للنمباي عن طريق كوندا انستيلر باستخدام كوندا انستيل نمباي. بس احنا طبعا مش محتاجين نعمل انستيل للنمباي لو احنا مسطبين الاناكوندا، لان هي موجوده اصلا بالفعل فيه. بعد ما عملنا انستليشن نمباي محتاجين نعمل امبورت ليه. هنعمل امبورت ليها ازاي؟ يقول لك امبورت نمباي بعد كده نمباي دوت دوت الحاجه اللي انت عايز تستخدمها منها، فيها مثلا فانكشن اسمها اري، خلاص استخدم لي الاري دي وحط لي بقى فيها ايه الداتا ستراكشر زي مثلا ليست او تابل، وهتحوله هي بعد كده لايه؟ لنمباي اري. تقدر تطبق عليها عمليات بشكل فيه مرونه اكتر بكتير من العمليات اللي بتطبق على الليست وعلى التابل. دي احد الطرق اللي من خلالها بنعمل امبورت للمكتبات. تقول لي اسم المكتبه، ولما تيجي تستدعي حاجه منها تقول لي اسم المكتبه دوت الحاجه اللي انت عايز تستخدمها منها. في طريقه ثانيه برضو احنا ممكن نعمل امبورت من خلالها، اللي هي ايه؟ فروم نمباي امبورت اري. الطريقه دي بتخليني اعمل امبورت لحاجه سبيسيفيك انا عايزها. النمباي ممكن يكون فيها حاجات كتير جدا احنا محتاجينها، وانا او حاجات كتير جدا موجوده فيها احنا محتاجين حاجه واحده بس منها. لو انت عملت امبورت النمباي هتعمل امبورت لكل حاجه فيه. احنا ممكن نعمل استدعاء للحاجه اللي احنا عايزينها بس من خلال ان انا اقول لك فروم نمباي امبورت الحاجه اللي انت عايزها اللي هي اري. الحاجه دي طبعا بتساعدني وانا بعمل كول برضو للاري باني مش بعمل لها ابند لاسم المكتبه، بقول مثلا نمباي دوت، لا بقول اري على طول، وعارف الاري دي بتكون موجوده فين؟ موجوده في مكتبه اسمها نمباي. ممكن برضو اعمل امبورت بشكل ثالث، قول فروم نمباي امبورت اري از اي ار. الاس اي ار دي فادتني في ايه؟ الاري يعتبر فيها 5 كاركتر، لو انا مستخدم الاري دي 100 مره هيكون عندي 500 كاركتر. لما انا اقول لك از اري انا بدي للاري الياس، بدل ما انا كنت بكتب اري هكتب بس اي ار، بالشكل ده قللت عدد الكاركترز اللي موجوده في الملف، بدل ما كان فيه 500 كاركتر دلوقتي بقى فيه 200 كاركتر بس لو انا مستخدمها مثلا 200 مره. برضه بالنسبه للنمباي انا ممكن اعمل ايه؟ الياس ليه؟ اقول از ام بي واي. وفي ناس ممكن تعتقد ان الالياس ده المكتبه نفسها. الواحد مثلا يقول لي ايه؟ لما اجي اعمل امبورت مش بعمل امبورت النمباي واديها الياس اسمه ام بي واي. لا، ده انا بعمل امبورت ام بي واي على طول، دي حاجه غلط طبعا، المفروض تكون عارف ان في مكتبه اسمها نمباي وفي الياس ام بي واي. عشان كده انا بفضل اول طريقه ان احنا نستخدمها، ان هي بتعرفك المكتبه دي اسمها ايه؟ وكل حاجة أنت مستغيها موجودة في أي مكتبة، بتربط لك اسم المكتبة بالحاجات اللي جواها. دي بتساعدك طبعًا تفتكر على طول الحاجة اللي أنت بتستخدمها موجودة في أي مكتبة. فالماي أري ممكن أطبعها دلوقتي، أي طلعت بالشكل ده الأري فيها القيم اللي إحنا بنخلينا الخمس. الأري بيكون فيها أكتر من بروبرتي زي مثلًا الشيب بترجع لي إيه؟ بترجع لي السايز بتاع كل دايمنشن، أنا مثلًا عندي دايمنشن واحد بس، في كام إيليمنت؟ في 5 إيليمنت، هترجع 5. فهي بترجع طابل، الطابل ده بيكون فيه رقم واحد بس اللي هو 5. بس هو ليه بقى الماي اري دوت شيب رجعت طابل وما رجعتش ليست؟ احنا شفنا ان الطابل بيكون اميوتابل مش بغير فيه، انما الليست بغير فيه. هل انا محتاج اغير في النمباي دوت شيب؟
مش محتاج اغير فيها طبل، عشان كده بترجع لك ايه الحاجه دي طبل. احنا ممكن نعمل اراي فيها اكتر من دايمنشن. ازاي بقى؟ ادي دلوقتي اراي فيها 2 دايمنشنز، الاراي دي فيها 2 دايمنشن، اعمل 2 دايمنشنز ازاي؟ اول حاجه انا بعمل سكوير براكت كبير بيعبر لي عن الليست. الليست دي عايز اقسمها لاثنين سب ليستس، فاقول لك ان اول ليست حطها على طريق 2 سكوير براكتس، وافصل لك الليست دي عن ليست ثانيه بكم بالشكل ده. ده بقى اول صف وده بقى ثاني صف. وطبعا الليست دي كلها لما ادخلها في النمباي دوت اري فانكشن هتتحول بعد كده ايه لنمباي اري. النمباي اري دوت شيف في الحاله دي هتساوي ايه؟ 2 في 2. ليه 2 في 2؟ لانها فيها صفين، ادي اول صف وادي ثاني صف، وفي كل صف عمودين. لما انا اعرض الماي اري ديت هتتعرض بالشكل يسهل عليا اعرف ان فيها صفين وفيها عمودين فعلا، تفصل لي كل صف عن الصف الثاني. وانت ممكن وانت بتعمل اري تعملها بالشكل ده. ممكن نعمل دلوقتي اري فيها 3 صفوف وكل صف فيه عمودين. هعمل ايه؟ انا عملت قبل كده صفين وكل صف بفصله عن الصف اللي بعده بكم. هعمل دلوقتي الصف الثالث باني احط كومه بعد الصف الثاني. اعرض الشيب بتاعها هيطلع كام؟ 3 و2، يعني 3 صفوف وعمودين. الماي اري اطباعها هتطلع بالشكل ده، اول صف فيه 1 و2، ثاني صف فيه 3 و4، الصف الثالث فيه ايه؟ 5 و6. ممكن اعمل لك دلوقتي اري بيكون فيها مش 2 دايمنشنز بس، يكون فيها 3 دايمنشنز. ازاي الثلاثه دايمنشنز دول اقدر اعملهم؟ يبقى تاني عملنا الاري اللي فيها 3 دايمنشنز دي ازاي؟ انا عملت دايمنشن كبير او عملت الاثنين سكوير براكتس اللي هتشيل لي الاري كلها. الاري دي عايز اقسمها لاربعه اليمنتس. اربعه اليمنتس اقسمها ازاي؟ اقسم الليست دي لاربعه اليمنتس ازاي؟ عن طريق ان انا احط اربعه سكوير براكتس، ادي واحد كبير كوما يفصله عن الثاني، كوما يفصله عن الثالث، كوما يفصله عن الرابع. الاليمنت ده عايز اقسمه لاثنين اليمنتس ثانيين. هقسمه لاثنين اليمنتس ازاي؟ عن طريق ان انا اعمل اثنين ليستس، دي اول ليست ودي ثاني ليست. عايز احط في كل دايمنشن صغير بقى 3 اليمنتس، ادي اول اليمنت مفصول عن التاب كوما مفصول عن التالت بكوما. يبقى بالشكل ده الشيب بيساوي 4 2 و3. ادي الاري بعد ما طبعناها في الاخر. عايز اعرض الاري دي بقى عن طريق المات بلوت لايبراري، فاعمل ايه؟ اقول لك الاري بالشكل ده واعمل لي شو ليه. هنعمل لك شو ليها ازاي؟ عن طريق الباي بلوت سب موديول اللي موجود في المكتبه. الباي بلوت ده بيكون فيه فانكشن اسمها ايه؟ اي ام شو، بتستقبل الاري اللي احنا عايزين نعمل لها شو. وممكن الفيجر اللي بيطلع بعد ما بتعمل شو تعمل له سيف عن طريق السيف فيج فانكشن، بتستقبل اسم الصوره اللي انت عايز تعمل لها سيف. والبارامتر الثاني ده بيقول لك ايه؟ شيل الحواف، شيل المارجن اللي حوالين الفيجر. المفروض طبعا قبل ما بنعمل بلوت لصوره بنعمل فيجر، بس لو ما كانش فيه فيجر الباي بلوت بيطلع لك فيجر باي ديفولت. الصوره دي بعد ما نعرضها هيطلع اللون بتاعها باللون الاسود. طب هو ليه اللون بتاعها طلع باللون الاسود؟ لو بصينا دلوقتي على القيم بتاعت كل بيكسل هنلاقي اللون بتاعها بيور ريد. القيمه بتاعت الريد عاليه جدا 255، والقيم بتاعت الريد البلو والجرين بتكون اصفار قليله جدا. ايه السبب بقى؟ احنا متعودين دايما ان الصوره بيكون فيها رينج من 0 ل 255، يعني بتتمثل في 8 بيتس. بس ده مش بيكون الديفولت داتا تايب اللي موجود في النمباي اريز. نشوف دلوقتي الداتا تايب بتاعت الاري دي هو ايه؟ هنلاقي ان الداتا تايب بيعتبر انتجر 32. انتجر 32، انتجر 32 ده يعني هيشيل لك قيم موجبه بتوصل ل 65000. يعني لو انت عايز تخلي الصوره بتاعتك بيور ريد لازم تخلي القيم بتاعت ريد تشانل اكبر قيمه ممكن تتشال في التايب اللي هو انتجر 32، يعني بتشال القيم في 32 بت. علشان كده احنا محتاجين نحول الداتا تايب ده للداتا تايب اللي احنا متعودين نستخدمه اللي هو unsigned integer 8. unsigned يعني ما بيشيلش اشاره، بيكون عدد البيتس المستخدمه اللي هي 8 بيتس بتشيل الارقام الموجبه والصفر، يعني هتشيل لك بالشكل ده ارقام من 0 لغايه 255. الاري بتستقبل argument اسمه دي تايب بيعبر لك عن الداتا تايب. انا ممكن دلوقتي اغير الداتا تايب لاحد الداتا تايبس اللي موجوده في النمباي، زي مثلا انتجر باكتر من سايز،
زي مثلا unsigned integer باكتر من size float وcomplex boolean وobject برضو. ممكن دلوقتي نحدد data type بشكل explicit، نقول ان احنا عايزين الداتا تايب ده يكون unsigned integer 8 ونعمل show بعد كده للصورة. لما حولنا الداتا تايب ونعرض الصورة هنلاقي ان الصورة طلع باللون الاحمر. ليه طلع باللون الاحمر؟ لان انت خليت اللي channel الريد القاعدة بتاعتها اكبر ما يمكن، واللي channel بلو وجرين اقل ما يمكن. انما قبل كده لما كان الداتا تايب انتجر 32 كان يعتبر القيمه 255 قريبه جدا من الصفر. في عندنا برضو طريقه تانية احنا ممكن نستخدمها عشان نحول الاري دي لتايب جديد، لان الطريقه اللي فاتت دي بتقول لك انت هتحول التايب وقت ما انت بتعمل الاري. انا عندي اري جاهزه اصلا، ممكن احول التايب بتاعها من خلال ايه؟ اس تايب. الاس تايب ميثود دي او اس تايب فانكشن بتستقبل التايب اللي احنا عايزين نحوله. فبالشكل ده حولناها عن طريق الاس تايب. بالشكل ده ما حددتش التايب في الاري، حددته فين؟ في الاس تايب. في بعض الاريثماتيك اوبريشن ممكن تطبق على الماي اري. الاريثماتيك اوبريشن بنقول دلوقتي ايه؟ عايزين مثلا اضيف رقم على كل ايلمنت في الاري، قول ماي اري زائد 5، زائد 5 دي معناها ايه؟ ضيف لي على كل ايلمنت في الاري 5، مش محتاج تعمل فور لوب بقى وتكتب عدد من السطور اكتر من اللي كنت بتعملها قبل كده في التعاون مع الليست. دلوقتي كل ايلمنت في الاري اللي كلها وحيد نضيف عليها 5 بقت كلها ايه؟ رقم 6. في بعض العمليات بتتعمل على الاريز ما بينهم وما بين بعض، زي مثلا ايه؟ تضرب لي اتنين اريز في بعض. بالشكل ده لازم الاتنين اريز يكون فيهم نفس الشيب. لو انت عندك اري الشيب بتاعها 2 في 2 لازم الاري الثانيه اللي تدخل في نفس العمليه يكون الشيب بتاعها كام؟ 2 في 2. تعمل بقى عمليه ضرب اسمه جمع طرح، تجيب الاس تقول لك دلوقتي اري واحد اس اري 2، يعني كل اليمنت في اري واحد اس الاليمنت المناظر ليه في الاري الثانيه. ممكن دلوقتي برضو تستخدم لبعض الفانكشنز اللي موجوده في النمباي اللي بتعمل لك كرييشن للاريز، زي مثلا ايه؟ وانز، زي زيروز، زي اي. طلع لك دلوقتي ماتريكس السايز بتاعها 5 في 5 والدايجونال بتاعها كلها ايه؟ وحيد. في فانكشن ثانيه اسمها اي رينج، دي بتستقبل لك ايه بقى؟ بتستقبل لك نقطه البدايه ونقطه النهايه والستيب وممكن الداتا تايب برضو، او الوانز والزيروز ممكن ترجع لك فيكتور او ماتريكس. انما الاي رينج ممكن ترجع لك ايه؟ ترجع لك بس فيكتور. يبقى الوانز والزيروز ممكن يرجعوا لك ماتريكس او فيكتور على حسب بقى السايز اللي انت مدخله وعلى حسب الشيب اللي انت مدخله. انما الاي رينج بترجع لك فيكتور، نقطه البدايه كذا ونقطه النهايه والستيب عشان اتنقل من البدايه للنهايه والداتا تايم. الحاجه الوحيده اللي لازم تدخلها هي الستوب. يعني انت لو قلت لي اي رينج اوف 5 دي تعتبر ايه؟ الستوب. طب البدايه بتكون كام؟ باي ديفولت بتساوي 0. الستيب بتساوي كام؟ باي ديفولت بتساوي 1. فدي مثلا اي رينج، ده الستارت سالب 3 والستوب 20 والستيب 5.4 ودي تايب انتجر 8. هترجع لك الاري بالشكل ده، سالب 3 وزود عليها 5.4. 5.4 هتطلع لك في الاخر، رجع لك في الاخر رقم فيه كسور. احنا عايزين نشيل الكسور دي ليه بقى؟ لان التايب بيكون انتجر 8. مثل لي كل رقم عن طريق انتجر بيتمثل في 8 بيتس، عشان كده هتلاقي ان كل الارقام اللي موجوده ارقام صحيحه. لين سبيس برضو دي بترجع لك فيكتور بس بطريقه ثانيه. قبل كده انت كنت بتحدد نقطه البدايه ونقطه النهايه والستيب، دلوقتي انت بتحدد ايه؟ نقطه البدايه ونقطه النهايه وعدد الارقام اللي انت عايز ترجعها ما بين البدايه والنهايه. في الحالة دي أنت محتاج تدخل قيمتين اللي هي البداية والنهاية، وعدد الأرقام اللي هتدخل اللي هتطلعهم ما بينهم باي ديفولت بتساوي 50. وبرضه أنت ممكن تعمل لي إيه؟ تحديد للديتا تايب. الإندكسنج طبعا في النمباي أريز ممكن يكون فورورد وممكن يكون باكورد. فورورد يعني من البداية للنهاية وباكورد يعني من النهاية للبداية. ده يعتبر الفورمات العام وإحنا بنعمل إندكسنج لأي أري. نقطة البداية كولوم، النهاية كولون، الستيب. في الباكورد اندكسنج الاندكس بتاعت اخر اليمنت موجود في الاري يعتبر كام؟ سالب 1. لو احنا عندنا اري بالشكل ده فيها 3 قيم 1 2 3، عايز دلوقتي اعمل فورورد اندكسنج. في الفورورد اندكسنج الاليمنت الاول اللي موجود اللي هو رقم 1 او القيمه بتاعته بتساوي 1 هيكون الاندكس كام؟ 0. والنهايه هتكون ليها اندكس كام؟ 2. طبعا احنا الاندكسنج بيبدا من الشمال لليمين،
بالنسبه بقى للباكورد بنبدا من كام؟ بنبدا منين؟ بنبدا من الشمال لليمين او من اليمين للشمال، اسف، في الفورورد بنبدا من الشمال لليمين، في الباكورد بنبدا من اليمين للشمال، ويعتبر اخر اليمنت موجود في الاري اللي هو 3 بكل اندكس سالب 1، ده يعتبر اول اليمنت هنرجعه عن طريق الباكورد اندكسنج، ده بيعتبر هو البدايه والنهايه هي اول اليمنت موجود في الاري، حاجه عكس يعني. الستارت بيكون له اندكس سالب 1 والاند بيكون له اندكس كام؟ سالب 3. ممكن دلوقتي ان احنا نعمل اندكسنج وسلايسنج على الاري. الاندكسنج معناه ايه؟ انت بترجع لي اليمنت واحد، السلايس معناه انت بترجع اكتر من اليمنت مع بعض. فعملنا دلوقتي اري عن طريق الاي رينج، هترجع لك دلوقتي ارقام من 1 لغايه 9. ليه ارقام من 1 لغايه 9؟ وانا اصلا قايل له من 1 لغايه 10، لانه ما بيرجعش النهايه، بيقف قبل النهايه. فاقول لك دلوقتي لو الستارت بيساوي صفر، او احنا عايزين نعمل، لو عايزين نعمل دلوقتي فورورد اندكسنج على الاري دي وعايز نقطه البدايه تساوي صفر والنهايه تساوي 6 والستيب تساوي 2، بالشكل ده هيرجع لك اي اليمنتس؟ هيبدا من الاندكس اللي هو الستارت اللي هو الصفر، هيرجع لك صفر، ادي واحد. الصفر ده هترجع الاليمنت بعده اللي هو اندكس ايه؟ الستيب اللي احنا شغالين بيها بتساوي 2، فزود على الصفر ده 2، يبقى صفر 1 2 رجع 3. بعد كده الثلاثه دي ليها اندكس 2، زود عليها 2 يبقى 4 5 6، يبقى هترجع لي اسف الخمسه. طب الخمسه زود عليها كمان 2 يبقى دي 6 او 5 او واحد اتلخبط فيه. ده اندكس كام؟ 0 1 2 3 4، ده هيكون اندكس 5، ده هيكون اندكس 6. الاندكس 6 ده هيرجعه ولا لا؟ لا طبعا مش هيرجعه، لان احنا قلنا ان انت بتقف عن قبل النهايه. الاستوب عندك بتساوي كام؟ بتساوي 6، اقف قبل النهايه دي. الشكل ده هيرجع لك 1 و3 و5. طب ممكن مثال تاني، باكورد اندكسنج، انا عايز البدايه تكون سالب 1 والنهايه سالب 6 والستيب سالب 2. بالشكل ده هيبدا من سالب 1 اللي هو 9، وهيقعد كل شويه ينقص من السالب 1 كام؟ سالب 2. يبقى هيبدا دلوقتي من 9 يزود بعد او ينقص 2 يروح لل 7، ينقص 2 يروح لل 5. هيرجع حاجه بعد كده؟ هيرجع التسعة والسبعة والخمسة بس، لأنه بيقف قبل النهاية. ممكن احنا نرجع كل الإليمنتس اللي بتبدأ من إندكس 3، إزاي بقى؟ يعني أنا عايز البداية بتاعتي تكون 3، وعايز أرجع كل الإليمنتس اللي بعد التلاتة دي. يبقى هقول لك إيه؟ إعمل لي أراي بتبدأ من 3، دي نقطة البداية طبعًا للستارت، كولوم حاجة فاضية، فاضية دي معناها إيه؟ رجع لي كل الإليمنتس واستخدم الستيب بتساوي إيه؟ بتساوي 1. حط لي كولوم بعد البداية، يعني الستوب هو آخر إليمنت، هترجع آخر إليمنت، والستيب بتساوي إيه؟ بتساوي 1. ممكن دلوقتي إن أنا أعمل سلايسنج على أراي 2D. إزاي بقى أعمل سلايسنج عليها؟ يعني الـ 2D أراي بيكون فيها 2 دايمنشنز. بتحط لي الإندكس بتاع كل دايمنشن أنت عايز ترجعه. بالنسبه لاول دايمنشن انا عايز ارجع اكتر من اليمنت، وبالنسبه لتاني دايمنشن انا عايز ارجع اكتر من اليمنت برضو. بالنسبه لاول دايمنشن ده بيعبر عن الصفوف، انت عايز ترجع اي صف؟ عايز ارجع الصف رقم 0 لغايه الصف رقم 3 وكل شويه ازود 2، يعني هيرجع لي الصف رقم كام وكام؟ 0 و1 بس. لانك دلوقتي بتبدا من الصفر تزود بعد كده 2، يبقى هيبقى عندك 2، يبقى هيرجع الانديسيز او الصفوف اللي موجوده في انديسيز 0 و2 مش 0 و1، 0 و2. تزود بعد كده 2 على الاندكس اللي انت واقف عليه هتلاقيه عدى الستوب، يبقى مش هتستخدمه طبعا. بالنسبه برضو للاعمده هتبدا من الاندكس 1 لغايه الاندكس 4، وكل مره تزود كام؟ تزود 1، يعني هيرجع الصف او العمود الثاني والثالث والرابع. ونشوف دلوقتي الاري اللي هترجع كده. رجع لك فعلا الصف رقم الاندكس بتاعه 0 والاندكس بتاعه كام؟ 2. ورجع لك الاعمده الاندكس بتاعها 1 و2 و3. ممكن اعمل برضو اندكسنج بشكل باكورد، دي مش فورورد يعني، دي باكورد. انا اقول لك رجع لي الصف رقم سالب 1. سالب 1 هو الصف الاخير. وكل شويه نقص لي سالب 1.
يعني هيرجع الصف ده الاندكس عندنا بيساوي كام؟ سالب 2. نقص لي بعد كده سالب 1 بالاندكس بتاعنا بيساوي كام؟ سالب 3. وسالب 3 ده بيعتبر بيساوي الستوب، واحنا بنقف قبل الستوب. يبقى هيرجع لك اخر صفين بس. طب انت هترجع من اخر صفين اي اعمده؟ هيرجع لك العمود الاندكس بتاعه صفر لغايه العمود الاندكس بتاعه 3 قبله يعني، وكل شويه يزود واحد. فيرجع لك العمود اللي هو صفر، يبقى هيرجع 9 13. يزود على الصفر واحد، واحد اقل من الثلاثه يبقى هيرجع لك 10 و14. زود بعد كده واحد على الواحد يبقى بيساوي 2، يبقى 11 و15 هيرجعها. طب نزود دلوقتي واحد على الاثنين يبقى 3، 3 دي تعتبر بتساوي الستوب، مش هنرجعها. يبقى رجع لك دلوقتي ايه؟ 13 و14 و15 و9 و10 و11. ونلاحظ ان الصف الاخير هو اللي رجع في الاول. ممكن احنا نعمل دلوقتي فور لوب. الفور لوب طبعا بتتعامل بشكل بسيط جدا، بنقول لك فور الفاريبل اي دي اكس ان ماي اندرسكور اري. دي احد الطرق عشان نعمل الفور لوب زي ما اخذنا برضو في الترم اللي فات. الفور لوب دي الاندكس اللي فيها او الفاريبل اللي فيها ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن كل قيمه موجوده داخل الاري. فكل قيمه موجوده داخل الاري هتتنقل واحده واحده داخل الاندكس ده، وندخل نطبعها عن طريق البرنت ستيتمنت. فيطلع عندي في الاخر ايه؟ 1 2 3 لغايه 9. اطبع لك كل الاليمنتس اللي موجوده في ماي اري. ماي اري دي بيكون فيها قيم من كام لكام؟ من 1 لغايه 9. ممكن نعمل وايل. الوايل بيكون الفرق ما بينها وما بين الفور لوب ايه؟ ان الوايل بيكون الفاريبل اللي بنعمل فيه اندكسنج بيكون بره الوايل، ولازم ان احنا نقعد نزوده كل مره. فاقول لك دلوقتي الاي دي اكس بيساوي صفر طالما ان الوايل بيكون اقل من الماي اري دوت شيب اوف زيرو. ماي اري دوت شيب اوف زيرو بتساوي ايه بقى في الحاله ديت؟ احنا عندنا الاري لما طلعنا الشيب بتاعها قبل كده رجع لي طابل فيه اليمنت واحد. الاليمنت الواحد ده بيعبر لي عدد الاليمنتس اللي موجوده في الاري اللي هي بتساوي في الحاله بتاعتنا 9. هيرجع لك نفس الناتج طبعا. الفور لوب احنا بنستخدمها امتى؟ بنستخدمها لو احنا بنعمل ايتريشن على حاجه عارفين السايز بتاعها قبل ما ندخل الفور لوب. انما بالنسبه للوايل بنستخدمها في حاله ان احنا مش عارفين هنقف امتى. ممكن نعمل دلوقتي بلوتنج لداتا عن طريق المات بلوت لايبراري. نشوف برضو مجموعه فانكشنز جديده في المات بلوت لايبراري احنا ممكن نستخدمها. اول حاجه انا عملت اراي بتبدا من سالب 10 بتنتهي عند 10، كل شويه بتزود كام؟ 1 من 10. جبت لك الساين بتاعها وعايز ارسم لك بقى الساين ويف دي. ارسم لك الساين ويف ازاي؟ ادي هنا المدخلات اللي هي من سالب 10 ل 10، وادي المخرجات اللي هي الاراي بعد ما حسبنا الساين بتاعتها. يطلع الاراي او يطلع الناتج بالشكل اللي احنا شايفينه قدام. ممكن برضو ان انا ارسم لك الناتج ده عن طريق السكاتر. السكاتر معناه ايه؟ معناه ارسم لي الحاجه دي بشكل ديسكريت، بشكل متقطع. انما بالنسبه للبلوت بترسم لك الحاجه بشكل كونتينوس. طب بالنسبه للبار، البار دلوقتي بيشد لك دلوقتي خط بيكون عريض يعني، والعرض بتاعه ده انت بتحدده برضو من الاكس اكسس او من من من, من الـ الـ القيمه صفر في الواي اكسس لغايه القيمه اللي موجوده اللي انت عايز تروح لها، اللي هي مثلا سالب 5 في البار دي، سالب 4 هنا، سالب 3 هنا، وهكذا. نتكلم بعد كده على الساي باي اللي هي ساينتفك بايثون. ساينتفك بايثون بيكون الهدف بتاعها ايه؟ ان هي تضيف لك مجموعه عمليات اكتر من العمليات اللي موجوده داخل النمبر. ممكن نعتبر ان النمباي تعتبر سبست من الساي باي، يعني الساي باي بيكون فيها كل الحاجات الموجوده في النمباي بالاضافه لحاجات زياده برضه. الساي باي بيكون فيها اكتر من موديول زي مثلا كلاستر، ده بيكون فيها كلاسترنج الجوريزم زي الاي او لو انت عايز تعمل انبوت او اوتبوت، زي الاندي ايمج علشان نتعامل مع الصور. ونشوف دلوقتي ان استخدام الاندي ايمج علشان نطبق فلتر على الصور. اولا الصوره انا قريتها من احد الصور اللي موجوده بالفعل داخل الساي باي اللي هي داخل الموديول اللي اسمها ميسلينياس ام اي سي، وصوره اسمها فيس. ادي الصوره اللي اسمها فيس، دي الصوره الاصليه، ودي الصوره بعد ما طبقت عليها ايه؟ طبقت عليها الفلتر. انا عملت دلوقتي الفيجر ده فيه اكتر من ايه؟ من بلوت. قسمت الفيجر ده لاكتر من بلوت ازاي؟ عن طريق السب بلوتس فانكشن. بتستقبل 2، 2 ده عدد ايه؟
سبلوت. اجي دلوقتي على السبلوت الاول واعمل عليه شو واحط لك التايتل بتاعه. ادي التايتل بتاعه اوريجينال، التايتل بتاعه برضه اوصل لك الصوره الثانيه في السبلوت الثاني واحط لك التايتل بتاعها برضه اللي هو ايه سوبل. ده سوبل ايج ديتكتور. ممكن نشوف دلوقتي الايمج بروسيسنج لايبريز. الصيباي زي ما قلنا فيها موديول اسمها اند ايمج، بس احنا عايزين نطبق عمليات اكتر على الصور. بنستخدم دلوقتي لايبريز خاصه بالتعامل مع الصور زي البي اي ال بايثون ايمج لايبراري، وبرده في الاوبن سي في والسايكت ايمج. هنشوف دلوقتي مثال على السايكت ايمج اللي احنا من خلالها بنعمل ايه. بنعمل تحويل للصوره من ار جي بي تو جراي عن طريق الموديول اللي اسمها كولر اللي موجوده داخل المكتبه اللي اسمها ايه سكاي ايمج. وقبلها كنا احنا بنعمل امبورت للسكاي ايمج دوت اي او علشان اعمل ريد لصوره موجوده عندي بالفعل، وفي نفس الوقت اعمل برضو امبورت للسكاي ايمج دوت كولر. حولت الصوره دي اللي هي الجراي لانسايد انتجر 8 لانها هترجع دلوقتي دبل الارقام بتاعتها من 0 الى 1. انا عايز اشتغل عليها من 0 ل 255، اضرب لك كل قيمه موجوده في 255 بالشكل ده. الصفر لو ضربته في 255 هيبقى صفر، الواحد لو ضربته في 255 هيبقى 255. فعملت سكيلينج كده للرينج من 0 ل 1 لرينج من 0 ل 255. بعد كده عايز احول الصوره دي لباينري. احولها ازاي؟ من خلال استخدام ثريشولد. الثريشولد ده بيقول اي قيمه اكبر من 128 رجعها بتساوي 1. طبقت عليها مورفولوجي اوبريشن اللي هي الايروجن. الايروجن دي بتقلل لك الايدجز اللي موجوده في الصوره، يعني لو في ايدج ضعيف هتشيله. وادي الناتج بعد ما حولت الصوره بتاعت الطائر اللي شفناها في اول سيكشن لجراي، وبعد ما طبقت عليها ايه؟ الايروجن. هنلاقي طبعا ان الايدج ده كان عريض شويه في الصوره الاصليه، بعد ما طبقت الايروجن بدا يكون ايه؟ اخف شويه. طبقنا دلوقتي عمليات على الصور وشفنا المكتبات اللي احنا من خلالها ممكن نعمل اكستراكشن لفيتشرز من الصور زي طبعا السكاي ايمج. احنا ممكن بعد كده نعمل تدريب لاحد الماشين ليرنينج مودلز من خلال السايكت ايمج بالفيتشرز اللي احنا بنطلعها. يعني مثلا ممكن الصوره اللي انت طلعتها في الاخر بعد المورفولوجي اوبريشن تستخدمها كفيتشر، تشوف لي مثلا عدد البيكسلز البيضاء فيها بتساوي ايه، دي ممكن تعتبر بالنسبه لك فيتشر. ممكن تطبق لي فلترز ثانيه وتاخد منهم فيتشرز برضو انت هتستخدمها عشان تعمل ترين للماشين ليرنينج موديل. ممكن تطلع لي فيتشر زي الاتش او جي، ممكن تطلع لي فيتشر زي اللوكال باينري باترن وغيرها برضو من الفيتشرز. السايكت لان هنستخدمه دلوقتي عشان نعمل كلاسيفيكيشن على داتا سيت اسمها سونار داتا سيت. الداتا سيت دي تعتبر داتا سيت رقميه بيكون فيها 208 سامبلز، وكل سامبل بيعمل لها وصف عن طريق 60 اليمنت. التارجت بتاعها بيكون ام في حاله، او الداتا سيت دي بتعبر لك عن عينات لصخور او لاوبجكتس. الاوبجكت ده لو كان صخره هيرجع لك ار، الاوبجكت ده لو كان ماين هيرجع لك ام. ماشي؟ يعني هي بتعمل اكتشاف الالغام، يعني داتا سيت بتساعدك انك تكتشف الالغام. لو كان الحاجه دي لغم ماين هيرجع لك ام، لو كان الحاجه دي صخره مش لغم هيرجع لك ايه؟ ار. فاحنا هنستخدم نص السامبلز اللي موجوده في الداتا سيت علشان نعمل تدريب للماشين ليرنينج موديل، ونستخدم نص السامبلز الثانيه علشان نعمل ايه؟ اختبار للماشين ليرنينج موديل، لان الماشين ليرنينج موديل لازم يكون في جزء للترين وجزء بعد كده الايه؟ للتيست. الداتا سيت فيها 208 سامبلز، فاحنا هنستخدم 104 للترين و 104 للتيست. نخلي بالنا يا جماعه ان السامبلز اللي احنا بنستخدمها للترين والتيست تكون مغطيه كل الحالات اللي موجوده عندنا في داتا سيت. الداتا سيت فيها اثنين كلاسز، وبتاخد 104 سامبلز من الداتا سيت دي للترين، يبقى نص ال 104 سامبلز يستخدم للكلاس الاول والنص الثاني للكلاس الثاني، وهكذا برضه بالنسبه ل 104 سامبلز المستخدمين للتيست. ادي الداتا سيت بعد ما عملنا لها لود، ده المدخلات بتاعتها ودي المخرجات. عملنا تغيير على الداتا سيت ان بدل ما يكون الاوتبوت ام وار خلينا الاوتبوت 1 و0.
رجعت الترين داتا ازاي؟ رجعت الترين داتا من خلال ان انا بقول اندكسنج من صفر الى النهايه، وكل شويه هتزود لي كام؟ 2. دلوقتي هيرجع لك الاندسيز كام؟ 0 2 4 6 8. هيرجع لك الحاجات الزوجيه. الحاجات الفرديه استخدمها بالشكل ده لايه؟ للتست. ادي التست حد من 1 كل شويه زود 2 يبقى 1 3 5 7 وهكذا. وطبعا ده بالنسبه للمدخلات وده بالنسبه للمخرجات للتدريب وده بالنسبه للاختبار. استخدمت دلوقتي الراندوم فورست كلاسيفاير، رجعت الانستنس بتاعه، وبعد كده عملت فيت للكلاسيفاير ده على التريننج داتا، اديت له المدخلات والمخرجات، وبعد ما عمل تدريب اعمل بريدكشن على التست داتا. وبعد ما عملنا بريدكشن ارجع بعد كده الاكيوراسي. الاكيوراسي ارجعها ازاي؟ من خلال سكيلر دوت ميتريكس. في اكتر من متريك ممكن ارجعها، احد المتريكس دي هي الاكيوراسي، بتستقبل ايه؟ الناتج الصح اللي المفروض انت تطلعه اللي احنا مخزنينه في تيست اندرسكور داتا اندرسكور تارجت، والبريدكتد فاليو اللي احنا رجعناها عن طريق الراندوم فورس دوت بريدكت فانكشن، دي بتطلع عن طريق الفاريبل اللي اسمه ايه؟ بريدكشنز. البريدكشن اكيوراسي ده بيطلع رقم من 0 ل 1، انا ممكن اضربه في 100 عشان اقول لك النسبه المئويه بتاعت الاكيوراسي بتساوي كذا. النسبه المئويه في الاخر طلعت بتساوي 82%. طبعا احنا ممكن بقى باستخدام ماشين ليرنينج موديل غير راندوم فورست ممكن نحسن في الناتج ده، ممكن اغير في البارامترز الديفولت اللي موجوده في الراندوم فورست كلاسيفاير بحيث ان انا اخلي الناتج يكون افضل من كده. في مكتبات تانية احنا ممكن نستخدمها علشان نعمل تدريب بشكل اعمق من كده، اللي احنا بنسميها ديب ليرنينج لايبراريز. ده يعتبر الترند الحديث في التعامل مع البيانات الضخمه. بعض اللايبراريز اللي بتستخدمني اللي بتساعدني علشان اعمل تعامل مع البيانات الضخمه واعمل ديب ليرنينج موديل هي التنسور فلو، الكيراز، السيانو، البايتورش. طبعا الحاجات دي احنا مش هنغطيها في الكورس، بس يكون افضل لو انتم مثلا تاخدوا معلومات عنها، الحاجات دي هتفيدكم بشكل كبير. لو انت عايز تقرا اكتر في بعض المصادر اللي كنت جهزتها، كان كتاب في 2017 ده بيتكلم على تنسور فلو، بيقول لك ازاي انت ممكن تبني الارتفيشال نيورال نتورك اللي هي تعتبر حجر الاساس بالنسبه للديب ليرنينج مودلز. وكتاب في 2019 هينزل في اخر السنه اللي هو اسمه Practical Computer Vision Applications Using Deep Learning with CNNs. ده بيساعدك انك تفهم الكونفوليوشن نيورال نتورك اللي هي تعتبر الديب ليرنينج موديل اللي بيستخدم في ريكوجنيشن للمالتي دايمنشنال سيجنال زي الايمجز. برضه في مجموعه من التوتوريالز موجوده، هتلاقيها موجوده على كيدي ناجتس، ده بيكون موقع بينزل لك توتوريالز في داتا ساينس، وبيكون توتوريالز الناس بتشرح فيها بشكل كويس جدا وبشكل مبسط، ممكن تفهم منها حاجات كتير انت واقفه قدامك. في نفس الوقت على اليوتيوب والسلايد شير واللينكدين. ودي الريفرنسز بتاعت اللايبريز زي الساي باي لو انت عايز تشوف الدوكيومنتيشن بتاعتها، النون باي، الماد نوت لايبراري، واي حاجه احنا كنا اتكلمنا عليها في السكشن ده. اي سؤال تاني؟